اهلا بكم من جديد. الدكتوره رندا رزق، الاسم يمكن ان يسبقه اكثر من توصيف. هي كانت الملحق الثقافي ورئيس البعثه التعليميه المصريه في قطر من 2014 ل 2017. هي كمان امين عام المجلس العربي للمسؤوليه المجتمعيه. الان ونحن نجلس سويا هي عضو المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية وأيضا الملحق الثقافي المصري في كازاخستان. عندها أجازة فقلنا نخطفها. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. مهمة قومية على فكرة. مهمة قومية. طيب أنا بالإضافة أيضا أنها كانت مرشحة لتولي حقيبة وزارة الثقافة لكنها اعتذرت عن ذلك لأن لديها ما تستطيع أن تقدمه في مجال التنمية المجتمعية. وخلينا ناخد من آخر حاجة اللي هو أمين المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية. أنا قبل الفاصل عرضت فيديو للمطربة الكبيرة ماجدة الرومي وهي بتوجه رسالة للفنانين المصريين. هي راحت الأقصر وقابلت الناس وقالت انه المسألة مش دعم المادي بس اللي الناس محتاجينه، الناس احيانا يبقوا محتاجين طبطبة. ده حقيقة. انت شفتي الرسالة دي ازاي والموقف ده ازاي؟ هي رسالة حقيقة سرقت قلبي زي ما بيقولوا. عايزة الاول احيي كل مشاهدين حضرتك وعايزة اقول ان الحلقة النهاردة كان فيها رسائل كتيرة جدا ابهرتني في الحقيقة. الله يخليك. وسعت مداركي في موضوعات كتيرة ويمكن ترجمت لي حاجات كنت بتعرض لها انا ما كنتش فاهماها. بدأت ده حقيقة كان في ترجمة. لكن انا عايزة اقول حاجة. اكتر حاجة لفتت نظري هي رسالة لحضرتك اطلقتها عن المسؤولية المجتمعية للفن والثقافة. ودي رسالة انسانية اصلا. كل فنان من الموجودين النهاردة في مصر هو بيحمل رسالة. هو بيمثل بلده في الخارج، بيمثل بلده في الداخل، هو قدوة لشريحة كبيرة جدا من المجتمع. فالنهاردة بدأ بيبقى في تقييم لما بيجي فنان ياخد جايزة عالمية او جايزة نوبل او كده، بيبقى من ضمن التقييمات بتاعته دوره في المسؤولية المجتمعية. دوره في ان هو طلع كم مرة عمل رسالة زي ما حضرتك زي اللي عملتها النهاردة الفنانة ماجدة الرومي. اشترك في كم كامبين للتوعية الصحية، اشترك في كم كامبين مش بس الدعم المادي زي ما حضرتك قلت او نلم فلوس واحنا مش فاهمين احنا بنعمل ايه، او احنا لازم نكون مؤمنين بالرسالة دي. فاصبح توجه دولي وعالمي ان اي جايزة عالمية بتاخدها دولة، بتاخدها جامعة، بتاخدها مدرسة، بياخدها فنان، بتبقى طبقا لدعمه للمسؤولية المجتمعية. واحد من المعايير دي. ومش كده كمان، ده هو دوره ايه في المجتمع بتاعه؟ الايزو 29000 دلوقتي اللي هو خاص بالمسؤولية المجتمعية كمان بيقر دوت، وبيقر ده جزء من خصم من بعض الحاجات الحكومية المفروض بيدفعها الفنان، بتتخصم منه نتيجة ان هو بيعمل دور مسؤولية مجتمعية. حتى الشركات الكبيره النهارده ما بتاخدش ايزو، ما بتاخدش اوورد، ما بتاخدش اي حاجه الا اذا كان ما هو طبق عليها 29000 اللي هو الايزو 29000 خاص بالمسؤوليه المجتمعيه. ففي الحقيقه والنهارده بيقال ده ترند عالمي، لان ما بقتش بس الحكومه بتحط سياسه، المجتمع المدني بينفذ السياسه بفلوس المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص. صحيح. طيب هاخد بس من المساحه بتاعت المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية. لان انا عايز اطلع منه لملف هو عندك لوحدك او عندك بشكل خاص. ايه المجلس ده؟ يعني بيعمل ايه؟ هو المجلس الناس اللي يعني انا متابع شوية، لكن اقصد اللي ما يعرفش انه في المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية. تأسس امتى وانتوا كم واحد وبتجتمعوا؟ قابلتوا الرئيس كم مرة؟ هو بدأ فعليا في 8/2014 بدأ التحضير 8/2014. احنا بنتكلم بعد شهرين بالظبط. في الحقيقه احنا كلنا كان عندنا حاله تساؤل ازاي قدروا يجمعوا اعضاء المجلس الرئاسي للتنميه المجتمعيه. بكلنا كنا مثقفات مختلفه، بفيلز مختلفه، من هندسه، من طب، من الشباب باعمار مختلفه. من انا واحده كنت جايه 9 سنين في مساعد وزير التضامن الاجتماعي او مستشار وزير التضامن الاجتماعي. دكتور شريفه منجا من مجال المجتمع المدني، دكتوره هاله يوسف وزيره السكان السابقه. يعني دكتوره هدى دحروب من هندسه الاتصالات، الدكتور محمد ندى من هابيتات اسكان. ندى دكتوره ندى دي كانت اصغر واحده في مجلس السكان، كان عندها 26 سنه. دكتوره ساره البتوتي في البيئه، الثقافه البيئيه والتوعيه البيئيه والبيوت الخضراء.
يعني كل حد، دكتوره سميه بهي، كل حد من، انا اسفه، ودكتور عبير قاسم من الحاجات الخاصه بالاثار الفرعونيه واليونانيه، كل حد منا كان ثقافه مختلفه تماما، بس عنده خبرات. عنده الحاجه الوحيده كانت بتجمعنا كل حد من دول عنده خبره في مجاله، اشتغل في الارض. مش جاي بيقول عنده خبره ميدانيه، أحلام. مش جاي يقول احلام، يعني عنده نجاح، محقق نجاح مع المجتمع في خلال التخصص اللي بيشتغل فيه. الحقيقه الدور بتاع المجلس الاستشاري او الرئيس، طبعا دكتور كمان شربين محافظ الاهليه، ما كانش الهدف ان هو يتعمل بيه بروباجندا، ما لوش دور ان هو يطلع يتكلم في الاعلام، هو بيعمل، بيحط افكار ورؤى، وبيستقبل من مكتب السيد الرئيس بعض المقترحات بتبقى متقدمه، الخطوط العريضه لبحثها او للمشاركه وابداء الراي فيها. فاحنا ما لناش دور اعلامي ولا دور تنفيذي او حكومي، هو دور استشاري، والكل بيعمل في اللو بروفايل في هذا الموضوع. هو بتعملوا متطوعين؟ متطوعين بدون اي اجر خالص، و100%. حتى لما كان بيبقى وانا مسافره بيبقى في الاجتماعات او مع سياده الرئيس، كل حاجه بتبقى على حساب الشخص ده. ده اقل حاجه نقدر نقدمها لمصر في اطار ان احنا مؤمنين قوي بالوطن ومهمومين بيه جدا، وما زلنا مهمومين جدا. اتقابلتوا مع الرئيس في خلال الفتره، احنا بنتكلم من 2014 اتقابلتوا يعني. احنا طلعنا قرار جمهوري في 2015، مارس 2015 رسمي، لكن كنا بشكل غير، يعني بشكل تجهيزي وتحضيري ومقابلات مع السيد الرئيس من اغسطس 2014. اول مقابله كانت في اكتوبر 2014، تورت المقابلات بعد كده وبعض الاجتماعات، وبدا المجالس زي بقيه المجالس بيعمل في طريقه الخاص بالتنميه المجتمعيه، ربط التنميه المجتمعيه بالاهداف الاس دي جيز او التنميه المستدامه. مصر فين من التغير المناخي، مصر فين من العلاقات الاجتماعيه، اللي كنا مهمومين كمان بملف المسؤوليه المجتمعيه، وطبعا مبادره مصر بلا غريمات كانت احد المبادرات. انا هاجل دي، وفيروس سي كان احد المبادرات ايضا من مجلس الاستشاري اللي طلع من مجلس الاستشاري الرئاسي. كتير جدا حصل تشبيك بوضع رؤى واستراتيجيات مع صندوق تحيا مصر في الحقيقه، من كل الزملاء اللي عاملين الشكل الهندسي، القرى اللي كان مهتم بيها اكثر فقرا بعض الملفات اللي كانت شويه دقيقه او حساسه، زي مثلا اللي كانت خاصه بسينا في وقت الارهاب وزياده الارهاب بالظبط، سيناء الجديده والعريش والقضايا دي. طب يا دكتوره، هاخد ملف واحد من الملفات دي. يعني احنا انا كنت بقول في المقدمه انه واحده من اعظم سمات هذا العصر انه رفع شعار مصر بلا غريمات، وانه ده جزء هيبقى مهم من كتابه تاريخ هذه الفتره. ده طبعا الفكره دي حضرتك بتقول ان من افكار المجلس الرئاسي للتنميه المجتمعيه كان فكره الغريمات. بدات ازاي واتطورت في انهي سياق لحد ما وصلنا النهاردة أنه الرئيس بيطالب بأن تكون هناك تشريعات للحد من هذه الظاهرة؟ لو أقول حتى أن الفكرة دي ما خدتش يوم. يعني هي تعرضت على سيادة الرئيس، لأن إحنا لما خدناها، إحنا خدناها من سيادة الرئيس أصلا. يعني هو في 2013 سيادته لما كان وزير الدفاع اهتم وبدأ يحط إيده ويلمس موضوع الغريمات. والجيش ساعتها بالظبط تبنى مبادرة الغريمات، وناس كتيرة جدا بدأت تدعم مبادرة الجيش في الغريمات. فلما قعدنا نتكلم ساعتها كنا بنتناقش، فقلنا طب احنا عايزين بقى نتناولها بشكل مختلف، احنا كمجلس رئاسي مش هننزل نطلع غريمات، بس عايزين ندرس الحالات ونقول كل حالة من الحالات دي ايه وضعها، وليه تاخد، سواء تاخد اعفاء او حد هيدفع لها وتدفع لها ليه. وراجعنا الحالات اللي السيد الرئيس طلعها في 2013 اثناء وزارة الدفاع، وهل تستحق تاني ولا اصبح الموضوع ده نوع من ادمان العوز او ادمان القضيه ديت ام. وبدانا ندرس حضرتك الحالات، وفعلا خرجنا 100 حاله. ال100 حاله دول كانوا بروتوتايب لنماذج وموضوعات كتيره جدا. الست اللي دخلت لوحدها ففي 10 اتحبسوا معاها عشان كانوا ضامنين ليها. الست ام هاشم دي لوحدها كانت 49 قضيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها. ما هو بياخد عليها اللزوم ويروح يشتكيها في كل محافظه، كل ايصال متقدم في الدنيا. لان ده كان بيحبها اصلا التاجر يعني. القصه الثانيه، الست اللي طبعا استدانت عشان جوزها عنده فيروس سي
وما عندهاش انا فاكره منال كويس جدا يعني، ام هاشم دي اللي كانت 49 قضيه دي كان بنى لها مكتب محاماه كامل. لان يعني كان 49 قضيه وكمان فوائد في بعض قضايا تانية يعني، نخرجها تخش تاني عشان عندها قضيه تاني. ايوه فوائد الشيكات وحاجات كده يعني. منال دي كان عندها فيروس سي، وفي جوزها اللي كان عنده فيروس سي اسف، فاستدانت عشان تعالج جوزها المريض من فيروس سي. وللاسف لما كان هو الضم ليها اتحبس وهو عنده فيروس سي، مريض وعنده فيروس سي. وهي طلبت حتى من سيادة الرئيس دلوقتي، هي خرجت وطالبه كانت من سيادة الرئيس الاعفاء لزوجها كمان، واعتقد ان هو جاري الموضوع جاري اجراء ده. وسيادة الرئيس منحها شقه في القليوبيه، وسيادة المحافظ سلمها الشقه، والدكتوره يعني كان راحوا حقيقه مجموعه، وكانت شقه مفروشه جميله جدا بكل احتياجاتها. وان شاء الله يمكن هي تدعو كل اللي بقى على فرح بنتها قريبا، وهي سعيده جدا بان حتى اصبحت اكثر استقرارا، وان هي ما رجعتش للعوز. والعلاج اللي كانت جوزها يتعالج بها السيدة كان حلم بالنسبه لها، استدانت عشانه. دي حاله من الحالات. عيلة عاشور، ميرفت عاشور دول كانوا اتنين اخوات هيجوزوا يعني بناتهم واولادهم لبعض، اتجوزوا فكلهم حقيقه قضوا الموضوع كله في السجن يعني. عيلة عاشور كانوا 10 اخوات واولاد خالات كله داخل السجن. الحاجه رتيبه طبعا سياده الرئيس منحها العفو الرئاسي، خدت حوالي مش عارفه حاجه يعني، خدت سنين، لو عاشت اكتر ما هي كانت عندها حاجه و60 سنه يمكن ما كانتش هتكفي. وابنها انتحر في السجن، وكانت قصص يعني، كان كل الحاجات. احنا بنتكلم هنا مش مجرد كل كيس، مش بس ان احنا احنا مش عايزين احنا مش مصر خير ولا تحيا مصر. لا احنا لا، هي مش مجرد ضوابط. في واحده بتخرج من السجن ده، انت بتعملي اصلاح اجتماعي كامل. مش لما كده حضرتك كمان، احنا كنت ممكن تلاقي النهارده انا راندة عليا شيك ب 100,000 جنيه باخد سنه، والحاجه رتيبه عليا شيك ب 10,000 جنيه تاخد 5 سنين. ما فيش ضوابط قانونيه بتبقى قدام القاضي. انا في الاخر مذنبه، بس انا مش مذنبه، انا عندي ابعاد اخرى. فيمكن سياده الرئيس لما وجه بعد كده قال بصوا للموضوع الغريمات ده بالتمكين الاقتصادي عشان ما ترجعهاش للعوز تاني، والحمايه الاجتماعيه. ان يحصل لها حمايه اجتماعيه السيده دي، انها ما هي ما عندهاش وصمه عار في المجتمع، هي مش مذنبه، هي مش مجرمه. هنا هو بيتكلم عن التمكين الاقتصادي مفهوم، بيتكلم عن الحمايه الاجتماعيه مفهومه. ايه التشريعات؟ يعني ايه هو النهارده الرئيس بيطالب بانه يبقى في تشريع عشان يواجه ظاهرة الغريمات. طب هو يعني حياتك ما صوفت عند الحماية الاجتماعية واحنا ما شرحناش يعني انت ليه الرئيس اهتم بالغريمات؟ ده هو ده السؤال الأهم. الرئيس لما تعرض عليه الفكرة لقى ان مشكلة الأم لما بتتسجن، عشان كده قالك الغريمات قبل الغريمين، بتطلع للمجتمع مجموعة من المشاكل المجتمعية والموبقات الاجتماعية أكتر. أيوة، ما أنا بقول لحضرتك ده إصلاح اجتماعي. إصلاح اجتماعي كامل. بالظبط. أطفال شوارع لانهم بلا مأوى، لما نتكلم الام ما بتمشي من اي مكان. لا، البيت ده تقديس، البيت تقديس السيد الرئيس للام وللسيده. لا هو البيت ام بالظبط. يعني عارفه لما يعني ربنا يحمي الناس كلها، لما الاب بيموت البيت بيكمل، لما الام بتموت البيت وتخيلتك في بعض المجتمعات ست تبقى داخله ضامنه لزوجها وبتتحبس عشان ضامنه، وبتطلق، بيطلقها عشان خاطر هي يعني كان في مشاكل اجتماعيه. الحمايه الاجتماعيه بقى حياتك للاسر والمشاكل اللي بتطلع، والتسرب من التعليم، عمالة اطفال، اطفال بلا مأوى، الاطفال بلا مأوى دول انت عارف حضرتك بتعرضوا ايه، حاجات كتيره قوي. فحمايه الام ده نوع كان من تقدير السيد الرئيس للمراه المصريه، او لو هو مؤمن قد ايه بدور المراه جوه البيت والحمايه الاجتماعيه. لما جينا نتكلم بقى ان ما ينفعش اعفاء، يعني السيد الرئيس ما اعفاش حد، هو دفع لان ده حق مدني. فبدانا ندرس طب ازاي بقى نفكر في القوانين. فالقوانين كان نوعين، الشيك الخطي والأمية نتجت نتيجة ان الست بتمضي وبتبصم على ايصالات امانة، وايضا فكرة حماية جهاز حماية المستهلك. ان موضوع ما كل ما يخص هي السلع المعمرة اللي بتيجي وبيحرقوها التجار والكلام دوت، تبقى من خلال بطريقة بتتعامل معها بطريقة معينة، بحيث ان السيدة قدام القاضي تبقى عارفة ان الست دي تعثرت في دفع تلاجة، ما هيش مجرمة، ما هيش واخد عليها ايصال امانة عشان هي عملت كذا. دي نقطة. ونقطة تانية كمان حماية المستهلك في ان هو يقف ضد احتكار تجار العوز، لان هم كان هم لقيناهم 3 شركات، ده من ضمن الحاجات واحنا بندرس الموضوع. في 3 شركات في مصر. في مصر مسيطرة على الاقليم، دول بتوع الصعيد، هم يمكن ولاد عم ولاد خالة قرايب يعني، بس دول ماسكين منطقة وسط الدلتا، دول ماسكين الصعيد، دول ماسكين، ودول فاهمين السيكولوجية الشخصية ايه الست حرام،
وعارفين يقروا العوز بتاعها ازاي، فبيخلوها تخرج من هنا، يجيب لها حد يحرق الجهاز اللي معاها، فتبقى هي حرام دفعت ثمن الجهاز ده 3 أو 4 مرات. اولا بعته بنص الثمن عشان هي محتاجه الفلوس. ثانيا هي اصبح هو عارف ازاي مكتبها ايصالات، وازاي لو هو هي بدات، وساعات كان بيستغلوهم كنماذج. يعني بص احنا عملنا في الست دي ايه؟ فيخوف الناس. ادفعوا. فده كان جزء من كبير جدا من جهاز، يعني جهاز حمايه المستهلك يعني متبني هذا الموضوع على اساس يوقف الشركات ديت عند حدها، وان اي ويبتدي نربط مع القضاء على اساس ان لما بيجي لنا ايصال الامانه من الشركات ديت او من الاشخاص ديت او بيبقى معروف ان هم دول الشركات. يعني هو انا بيحط الحاله في سياقها يعني. بالظبط. يعني بيبقى في قانون عقوبات معين بيتعدل صياغته دلوقتي. بشان الغريمات. في قانون جهاز حمايه المستهلك بيدرس كويس جدا عشان يضبط العلاقه. بس التشريعات دي الناس شغاله فيها بالفعل. يعني مش مجرد النهارده الرئيس كان بيطلب فالناس لسه هتبدا. لا خالص، هو ست رئيس قبل ما تعلم مصر بلا غريمات كانت محطوطه المحاور بتاعتها كلها، تمكين، حمايه، تشريع. مش كده كمان، كان في فكره خلق منافذ او بديله بدل التجار دول، تبقى عن طريق بقى وزاره التموين والتجاره الداخليه، منافذ الاهرام، الجيش يعمل بعض الموضوعات ديت. لكن اي حاجه تخص تنفيذ الاليه كانت بتبقى من خلال المجتمع المدني اللي هو بعيدا عن المجالس الرئاسيه. لكن اول طبعا دايما بنقول يعني ان فعلا الحقيقه السيد الرئيس كان مهموم بالموضوع ده، والفلوس كلها كانت من شخصه علشان يبتدي نشوف النماذج وتدرس وتخرج، الى ان تم بقى قدامنا كل الحالات واضحه، في بحيث الناس اللي بتشتغل القوانين فاهمه ابعاد كل ابعاد القضيه بشكل بالزبط. واضح جدا. انت تتوقعي من خلال الاطار التشريعي ده وبرده جزء الاصلاح الاجتماعي انه مصر ممكن على قد ايه، مش هنقول بلا غريمات بنسبه 100%، لانه هي ممكن على فكره تبقى بنسبه 100%، لان احنا ما عندناش الكم من السيدات الغريمات اللي هم بالكم الكبير. احنا عندنا احتياجات مجتمعيه. فلو حضرتك اتنفذت الاحتياجات ديت وبالشكل الرسمي بالقنوات الشرعيه من خلال المجتمع المدني زي ما احنا شايفين، مش هيبقى عندنا عوز. طب المجتمع يعني يساهم في ده ازاي؟ يعني النهارده كان في قرارات للرئيس بتاع الاصلاح المالي. وفي توجيهات، التوجيهات دي انا كنت شايفها يعني مساله اللي هو القرارات عشان العنف مثلا، حد من العنف. هو النهارده حاجات مفاجات جميله جدا. الحاجات دي انا شفت انه هنا لا يمكن ان تتم هذه التوجيهات بشكل كامل الا بدور للشعب، يعني دور طبعًا للناس. طبعا في الغريمات بقى، يعني هنتكلم على اطار تشريعي هيقدر يلم شويه. الناس برضو عندنا في عادات غريبه جدا، يعني في مساله المغالاه في تجهيز البيوت والبنات والمش عارف ايه. انا بس مش عايزه انسى السيده الفاضله اليزابيث شاكر عضو مجلس الشعب الدكتوره، لانها حقيقه مهمومه معانا ومشاركه معانا وحطت اطروحها لتغيير القوانين في مجلس الشعب، وهي ما زالت ماسكه الملف ده ومعانا فيه. يعني مثابره. وده حقيقه يعني. وماشيه معانا فيه وبتساعد في اي موضوع يخص تشريعات، يعني بتساعدنا كجزء انساني او مجتمعي او دورها في مجلس الشعب. لكن لحضرتك بتقول على المجتمع بقى. المجتمع رفع وعي المجتمع تجاه الموضوع ده. احنا اكتشفنا واحنا بنشتغل برضو حضرتك ان يمكن ان اهالي الريف واهالي القرى والمناطق اللي هي مش المدنيه قوي اللي هي الشعبيه شويه بيكون ليهم متطلبات كثيره جدا عن المجتمع الطبيعي المدنيه. في مغالاه جدا وفي كمان نوع من انواع التباهي، يعني دي بنت خالتها جالها مش عارفه ولقيناهم ايه، ممكن تخش بتلاجتين وغسالتين. أيوة. احنا ما عندناش الثقافه دي، فزي ما حضرتك بتقول كده، وده دور الاعلام بقى اللي لازم يكون شريك اساسي في تغيير اي ثقافه يعني مجتمعيه، هو الاعلام في الحقيقه، الاعلام والدراما. لان هم دول اكثر تاثيرا وقوه من مهما احنا هنتكلم وهنقول حوارات ولقاءات. دكتوره انت هتطلع وتتكلم، بقينا عملت انا في المرحله الاخيره مسرحيه عن الغارمات. وبدانا نلف بيها في القرى الاكثر احتياجا عشان نقيس التاثير المسرح التفاعلي على الوعي السيدات، ولقينا ان الموضوع صراحه القبلي، القياس القبلي والبعدي اختلف كتير جدا واصبح هناك
نوع من انواع الفوبيا، خلاص انا مش همضي على نفسي اثاره امانه تاني، انا هتعلم، انا هروح محو الاميه، انا هحافظ على اسرتي. يعني بدانا بالشكل الكوميدي، مش بان احنا رايحين نعمل دراما كئيبه، لا احنا فرجنا الناس الموضوع ازاي والصح ازاي والغلط ازاي، وان انا ما اقعش تحت طائره العوز تحت اي ظرف من الظروف، ولكن لم بخلق فرص بديله. ما انا مش هقول له اوعى تعمل كده وانا مش موفر له فرص او موفر له حاجه يقدر يتعامل معاها. عشان كده احنا بنتكلم في العقوبات، قلنا ممكن تكون العقوبه عقوبه مدنيه مجتمعيه برضو. يبقى جزء منها انا بقدم خدمه، مثلا اللي عندنا كتير جدا من دور المسنين ودور رعايه الاطفال، محتاجات امهات بديله، محتاجين ابناء، فتبقى عقوبه مدنيه مش في السجن بالظبط. لانه بتخرج من السجن في الاخر بوصمه، ما حدش بيتكلم بقى الاجتماعي مره تانية، تعمل لها تطبطب وتصالحها مجتمعيا. تصالحها مع نفسها، ده بيحتاج علاج نفسي على فكره بعد الدخول، لان بتبقى انا عملت ايه عشان ابقى كده، انا عملت ايه عشان ولادي كلهم يتأذوا. وبعدين الناس بتدخل بتطلع من السجن ارواحها مهشمه طبعا كمان. طبعا يعني الاثر. لو قيمتي حضرتك المسؤوليه المجتمعيه في مصر، تديها كام من 10؟ يعني الناس اللي مفروض يقوموا بالمسؤوليه المجتمعيه، سواء رجال الاعمال، سواء يعني الفنانين الكبار، سواء الفئات اللي هي تقدر عليها، يعني الثقافه دي موجوده في مصر، تديها كام من 10؟ هي الثقافه دي اصبحت النهارده ظاهره واجهه اجتماعيه شويه وده في المرحله دي، وده ما بيضايقنيش، ماشي. ايوه المهم تيجي لكن عشان يصبح النهارده كونسبت مجتمعي، هو احنا قدامنا يعني بديله اصلا 25% لانه اصبح عباره عن ايه، فلان مجموعه من الناس بتعمل الفورم الفلاني، ومجموعه من الناس بتعمل المؤتمر الفلاني، ومجموعه من الناس بتعمل كذا. مش وحش حلو، ان انا حلو. ان انا ابتدي اسمع مصطلح مسؤوليه مجتمعيه، ان انا ابتدي النهارده اقول اصل شركه كذا راحت بوظت كام مدرسه. انا بس بقول ايه، مش وحش ان احنا نفرط الجهود، انا بقول دايما وده اتعلمته وانا بشتغل مع سياده الوزير الدكتور علي المسلحي، بيقول دايما كونسوليديتف ايفورت، توحيد الجهود عشان نطلع ميجا بروجكت حاجه كبيره. فلما مش معقوله شركه كبيره عشان بيطيني مدرستين، طب انا ممكن جامعات تنميه المجتمع المحلي، لا ممكن جيران المدرسه اصلا، يعني ممكن جيران المدرسه يبيضوا. انا دايما مع فكره ان انا بشوف الحكومه رؤيتها ايه، واعمل ذراع موازي للدوت من خلال المجتمع في تنسيق المسؤولين المجتمعيه. في تنسيق. يعني انا عجبني جدا المشروعات اللي كانت حلوه جدا، مشروع القرى الاكثر احتياجا اللي كانت مع بعض شركات القطاع الخاص، مش عايز اقول عشان ما بقاش اعلان، والجامعات الاهليه مع مصر خير والأمة، حقيقه كانت حاجه رائعه، وكلها كانت مموله من القطاع الخاص، فلوس ما عليهاش اي غبار، لان ده دور من جزء المسؤولين المجتمعيه للشركات. وقلنا وجهنا ساعتها ان كل شركه المسؤوليه المجتمعيه ممتده الى انه بيدعم البحث العلمي في الجامعه، طبعا ده بيطلع طلبه حياتك اكبر شركات في العالم بالظبط، بتطلع منح دراسيه، ليها اشكال كتيره. لا يعني حياتك بيعمل جايزه لتحفيز على الابداع والكتابه والثقافه، يعني لو مش هنحلم بده، هنقول ابسط حاجتين، ان كل مصنع في مكان، كل كام قريه اللي حواليه هم مسؤولين في رقبته، من صحه وتعليم بالظبط وبنيه تحتيه، كل حاجه. ولو قلنا دي حاجه بسيطه جدا، لو قلنا كل رجل اعمال يروح يعني مدرسته اللي في القريه اللي طلعت منها اللي علمها، ابسط حاجه جميل ليه ان تبقى المدرسه تتحط وتتعامل تاني على حسابه. يعني ده بالزبط. دي حاجتين يعني مشروعات بسيطه جدا بس مؤثره جدا ومسيطره جدا وبديهيه التنفيذ. كان في مبادره لطيفه جدا اسمها فصلي، اللي هو مثلا يعني حضرتك مثلا المدرسه اللي انت كنت فيها او المدرسه مثلا اللي انا كنت فيها، فانا اروح فصل، طبعا المدرسه اللي انا كنت فيها اتهدت واتبنت 3-4 مرات يعني. لا احنا مدرستنا لسه موجوده. لا يعني ما احنا انتوا مدارس تاريخيه، لكن اتهدت. فمثلا يبقى الفصل اللي هو بتاع، انا كنت مثلا من اولى اول لسته اول، فاروح اخد فصل يعني هو بالظبط. يعني ما بقول لحضرتك دي مبادرات بسيطه جدا وبتعمل حاجات كبيره قوي، بتعمل فاليو كبير وبتأثر في المكان بتاع الناس. يعني فعشان كده بقول كل شركه عندها النهارده جت مصر وعملت بيزنس وبقت مالتي ناشونال كومباني، ليها افرع في مصر، هي عليها دور كبير جدا لازم تأديه. دور بقى بيبقى التنميه الشامله، احنا بنسميه دور التنميه الشامله. بتاخد كل القرى اللي حوالين مصانعها وحوالين البيزنس بتاعها. وقلنا كمان حاجه، كل مدرسه خاصه او كل شركه تعليم خاصه، هي لازم على الاقل في جنبها ووراها مدرستين تعملهم.
تعملهم بالظبط. يعني احنا مش عايزين منك نقول انت وكل ده بيتخصم من ضرايبك، ما في النهايه احنا برضو الوين وين سيتويشن موجود يعني. يعني المساله منظومه متكامله. بس ما تضحكش عليا بقى بتبييض وسبونسر شيب مش عارفه بكام والكلام ده، لان يعني انت قلتي انه 25% الاول كويس ان هي بتحصل، بعد كده تتحول الى ثقافه، بعد كده يبقى سلوك عام. بالزبط. تمام. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا في دكتوره راندا رزق الفكره والافكار يعني. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن راندا رزق الدور، خاصه انك من 2014 ل 2017 كنت الملحق الثقافي ورئيس البعثه التعليميه في قطر في اعقاب 30 يونيو، وهذا امر لو يعلمون عظيم. لا لسه حضرتك كنت بترجم. طيب خلينا نطلع فاصل ونعود الى جزء مما جرى في منطقة ساخنة جدا. دكتورة راندا رزق موجودة ملحق ثقافي في قطر بعد 30 يونيو بشهور قليلة، وفضلت لحد 2017. ايه اللي حصل هناك؟ خلونا نعرف ده بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية جيسوا براحتكم من النيو كوليكشن. جدا حاضر يا جرب عليه ده. حاضر يا هاكل منك حته. اجله نسيب الحاجه بقى مش هناخدهم. احنا من مئة بنشتري، احنا بنجيز بس. عيلين يتمرمغوا في خيرك ابرك من قرطة عيال ما تعرفش تصرف عليهم. السند مش في العدد، اتنين كفايه. بينا. عيلين يتمرمغوا في خيرك ابرك من قرطة عيال ما تعرفش تصرف عليهم. السند مش في العدد، اتنين كفاية. مصر بتتقدم بينا، مصر بتتقدم بينا. الحارة دي اسمها حارة اليهود، كلنا كبرنا وتربينا هنا. يلا يا جدع منك لصح النور، البطل وصل. الحارة دي جزء مني، حتة مني. طول عمرنا عايشين في وسط الناس، لا شفنا عنصرية ولا دياولة. يا أمي أنت ست متدينة وعارفة التوراة بيقول إيه؟ اليهود في مصر مش أنتوا بس، ده معظمهم غلابة زي بقية المصريين. واضربوهم حيث ثقفتموهم. أهل البلد دي بقى شقتنا. حارة اليهود من السبت إلى الأربعاء السابعة مساء على شاشة المحور. للإعلان على قناة المحور الفضائية. هذا البرنامج برعاية
اهلا بكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم، كانت الدكتوره رندا رزق عضو المجلس الرئاسي للتنميه المجتمعيه موجوده في قطر من 2014 ل 2017. ملحق ثقافي ورئيس البعثه التعليميه. حصل ايه هناك؟ اعتقد انه حصل حاجات كتير. يعني الاول ال 30 يونيو انت كنت هنا. انا كنت هنا. سافرتي بعد 30 يونيو في 2014 كنت هنا فأولها. وكنت موجوده في انتخابات الرئاسه الفتره الاولى، ويعني انت سافرت في اخر 2014. سافرت في 11 نوفمبر 2014. تمام. استلمت مهام عملي هناك في قطر. طبعا انا ما كنت رايحه هناك، كنت رايحه على اساس ان دي دوله ما فيش يعني علاقات قويه اي بينها وبين مصر ساعتها، كانت الدنيا يعني عارف حياتك في حاله سكون، يعني لا فيش احداث قوي ولا الاحداث قويه، وكان بدا الملك عبد الله ساعتها يعمل المصالحات اللي ما بين مصر، وفي كان نوع من انواع السكينه كده. بس كانت في هناك حاجات غريبه انا مش قادره افهمها. يعني ايه اروح الاقي المدارس المصريه اللي بتتبع جمهوريه مصر العربيه والمرخصه من بالسفاره المصريه ما بتديرهاش السفاره المصريه وما لهاش سيطره عليها، والفيز بتاعتها كلها بتطلع عن طريق ناس بيدروها من اللي هم عليهم علامه استفهام، انت مش قادر تفهم توجهاتهم. يعني المدارس المصريه في الوقت ده ما كانش بيديرها السفاره. لا خالص، كان طالع قرار في عهد السيد رئيس السائل اللي هو يعني فتره اللي قبل 30 يونيو محمد بوس، ايوه، بان تغل يد السفاره المصريه عن المدارس المصريه في قطر. في قطر ده قرار من محمد مرسي. رحت لقيت في ملايين بتخش مصر في شنط، احنا مش عارفين دي بتحصل ازاي او بتبقى مع مين المسؤول عن الفلوس ديت. في فيز بتخش ناس عليها علامات استفهام وعليها احكام داخله تخش تدرس لاولادنا في المدارس. رحت لقيت ملف حقيقه خبط في وشي اول ما رحت هناك، وبقيت ما بين امرين. افتح الملف واحنا مالناش صفه لا الخارجيه ولا وزاره التربيه والتعليم، لان اوريدي في قرار جمهوري كان طالع. يعني انت روحتي على رئيس البعثه التعليميه وانت ما عندكيش في قرار يغل يدك. انا رايحه يعني كده اقضي وقت سعيد. اللي بيدرسه بقى واللي بيتدرس ولا ليا مين ولا تعرفه ولا ليك حق تدخلي ولا سلطه حتى ان اسال على الفلوس ولا الحسابات، رغم ده ضد القرار الجمهوري اللي طالع للمدارس المصريه بالخارج. لانها بتبقى تحت اشراف السفاره المصريه ومتابعه وتقييم المكتب الثقافي، اذا كان موجود في البعثه دي مكتب ثقافي، لو مفيش تبقى تحت نظاره السفير على طول. فحقيقه انا قعدت استفسر، وكان ساعتها كمان سياده السفير نزل، تم صاحب السفير المصري، فبالتالي كان كل الموضوع تسيير اعمال لكل حاجه، واحنا كنا جاليه كبيره هناك يعني اكتر. يعني تقريبا تعدادنا كان بيبقى قيمه تعداد الشعب القطري تقريبا. فالموضوع هم كانوا 250 واحنا كنا تقريبا اولموست 230,000. يعني الجاليه المصريه في قطر قد الشعب القطري في الوقت ده ساعتها، يعني طبعا ما عنديش فكره التعداد قد ايه. يعني في 2014 فالموضوع كبير، الهم كبير، سياده الرئيس عمال بيرفع يعني قرارات وشعارات خاصه بالمواطنه، ودول اطفال صغيرين واجيال هتطلع، وعند حياتك كان عدد كبير يعني تخطى 10,000 طالب. 10,000 طالب يعني انت اخترقت اكتر من 10,000 اسره كمان او اكتر. صحيح. فحقيقه انا قمت راجع مصر بعد 5-6 ايام بدايه المهمه بتاعتي، يعني لقيت ان ما اهتمليش، لقيت انا مش هقدر. لقيت انا يعني دخلت ساعتها الدكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم، والدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، وسياده الوزير سامح شكري وزير الخارجيه. وقدمت طلب من فضلكم، انا عايزه لجنه فنيه من مصر تيجي معايا تساعدني في تصحيح الوضع ده. وكان اول قرار طلبته الغاء قرار غل يد السفاره المصريه عن المدارس المصريه. بالظبط. ان السفاره ترجع تشرف. بالظبط يا فندم. وفي الحقيقه ساعتها جالنا لجنه فنيه محترمه من وزاره التربيه والتعليم، فتحت ملفين مهمين جدا، وده كان ملف تاني خطير قوي كان اسمه امتحانات ابنائنا في الخارج. وقعدنا السيطره عليه مره تانيه كسفاره، وان مفيش حاجه اسمها امتحانات في حته، وكانت بقت في لجان ولجان مراقبه بالكاميرات، والموضوع وفتح مظاريف رسمي وكل الكلام دوت. وطبعا المدرسه المصريه للغات في قطر، اللي هي كان بتقول لك اصلا مش فكره اخوان بس، وكان موضوع الاخوان ده حتى كنت عارف كانت الفزاعه اللي بتغطي الموضوع. بس كان كل حد عايز ياخد فكره مرتزقه او يستفيد او يبيع فيز او يعمل اي بيزنس خاص كان بيخش من هذا المدخل، من الباب ده. فالحقيقه قعدنا كتير نصحح في الاوضاع،
ولكن كل ما كنت بتقفل موضوع بتلاقي موضوع بتلاقي موضوع بتلاقي موضوع الى ان تم وضع المدرسه بالشكل الصحيح واصبحت تحت سيطره وزاره التربيه والتعليم المصريه. ده الكتاب كان بيوصل هناك ب 40 ريال قطري وبيتاخد من حصه مدرسه خاصه في مصر، يعني سوق سودا. في حين ان ده كان حق اصيل للمدرسه وده حق فلوس. ده استغرق قد ايه انه تحطوا ايدكم على المدرسه تاني؟ استغرق في تصحيح الاوضاع من 3 لاربع شهور بس في الحقيقه، يعني كانت يعني لجان مستمره حياتك، يعني لجان مستمره تصحيح اوضاع وحمايه ولادنا بص حياتك كانت مشاكل كثيره، بس الفلوس وبعض الولاد كانوا بيتعرضوا لبعض العنف وبعض الانتهاكات الاخرى حياتك فاهمها. فكان لازم يبقى فيه شكل يعني تصحيح وضع تصحيح يبقى مش لازم مكتب الثقافه بس، قال دي مدرسه السفاره المصريه فكانت لازم تعود الى احضان الدور الرئيسي اللي بتلعب به السفاره وهو المتابعه والتقييم والاشراف وكل الاشياء. وطبعا احنا عشان ننجز ده كمان اكتر الدكتور هلال الشربيني بعدها اصبح كان هو رئيس القطاع بتاعنا كملحقين ثقافيين في الوقت ده وتحول الى وزير التربيه والتعليم. ففي الحقيقه كانت الاجراءات اكثر سرعه لانه كان مقتنع ومؤمن وشايف الملف من قبل انا ما امسكه كان عامل ازاي، واثناء ما انا مسكته كان الموضوع شبه مستحيل انه ممكن يتحل. فانا كان عندي اعتراض انا مش قادر اكمل الفوست الا لما نحط المواضيع في المدرسه الصبحة. تحت سيطره بالظبط. ما هو ده شغلك انت، هتروحي ما تلاقيش صلاحيات يبقى ما فيش حاجه. طب هناك كان بعد 30 يونيو في تكتل اخوان هناك موجود بشكل واضح، وكانت قطر منصه. حضرتك لمست الموضوع ده في تركيا يمكن قبل في اللقاء الحلقه دي النهارده. هي نفس الثقافه. هي نفس ثقافه نفس الناس بنفس الاتيتيود اللي حضرتك شرحته بالظبط. لو انا هم منصه عداء بالزبط. موجودين بالظبط. انت عانيتي يعني كان التعامل معاكي ازاي؟ انا عانيت طبعا كواحده ست سيده وحازمه وما عندهاش اي مدخل يتدخل منه، وهم ما عندهمش اي اخلاقيات في خلافهم. بس انا كنت الحمد لله قد المهمه، والمهمه النهارده لغايه النهارده انا بيجي لي جوابات شكر من اولياء الامور، لغايه النهارده في كل المناسبات الناس فاكره التصحيحات اللي حصلت، الناس فاكره الامتحانات اللي بقت بتتم صح، لجان امتحانات ابناء وانا في الخارج اللي الناس كانت بتيجي تخش تلاقي في تندل لاولياء الامور بيقعدوا فيها مش بيخشوا جوه اللجان. كل حاجه الحمد لله دي التصحيحات تمت ومستمره. خدت ايه انا طبعا يعني تعذبت كثيرا في التصحيح، وحياتك عارف ثقافه مقاومه الاصلاح والتصحيح دي موجوده في كل مكان. ده ست رئيس نفسه يعني بيقاومها نفسه. ده في الوضع الطبيعي الاصلاح بيبقى فيه مشكله بالزبط. فما بالك بالوضع الاستثنائي. فكانت المهمه صعبه جدا. وكانت عندي مهمه اخرى لان دي كانت تعتبرها مهمه وطنيه، هي مهمه الوافدين، زياده عدد الوافدين في ظل هذا كان بالنسبه لي تحدي. والحمد لله كان في زياده نسبه عدد وافدين في الفتره من 2014 ل 2016 كبيره جدا 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 تخطت، يعني لان اعتبرت ان ده، ودايما كان سياده الرئيس بيقول احنا علاقتنا بالشعب القطري علاقه احترام وتقدير وتبادل، وده في الحقيقه كثير منهم كان برضو بيقول دوت ان احنا تعلمنا اساتذه مصريين صحيح. وكان في كده حته بالدبلوماسيه الشعبيه بقى. طب تفصل شويه الاحداث دي. انا هسالك سؤال. احنا وناس كتير جدا بفعل انه النظام القطري مسيطر وهو محتل الصورة، في ناس كتير يعني احنا بس نعرف الشعب الاماراتي وصفاته وملامحه وحاجاته وبتاع وفنونه ومهرجاناته، الشعب الكويتي، الشعب البحريني، الشعب العماني، الشعب الاردني، الشعب القطري المعلومات عنه قليل. هو الشعب القطري انت قعدتي حوالي 3 سنين. الشعب القطري اولا بيمتاز، انا لازم اقول انه بيقدر الشعب المصري جدا وبيحمل جواه دايما انه اتعلم على ايد استاذ مصري، وممكن حتى لو في لقاء قاعد الدنيا مفتوحه شويه ممكن يكلمك باللهجه المصريه. وكل منهم من القدماء منهم او الكبار في السن بيقول لك احنا كنا متطوعين 67 متطوعين في الجيش المصري. في الجيش المصري 67. لكن طبعا حياتك التغيرات السياسيه والحاجات السياسيه الكبيره دي احنا ما كناش كمكتب ثقافي مهمومين بيها او متداخلين فيها. لان انت عندك مهمه اهم. انا بكلمك كمواطنه عايشه كمواطنه عايشه. كانوا كويسين. طيب خلينا ناخد كانوا كويسين لان كان انت عندك يعني الـ هناك القضاء المصري كان موجود بشكل قوي، التعليم الطب هناك موجود بشكل قوي جدا، فانت ثلاث عمدان
المؤثرة والمسيطرة هي تقريبا موجودة. 70% الطب بس هو اللي بقى إما أجنبي أو قطري، لكن العمدان الأساسية مصري. مصري. طيب إحنا على إحنا كنا بنتكلم في ملف الغريمات، وبنتكلم على يعني ما جرى اليوم في الاحتفال بالمرأة المصرية، ومعايا الدكتورة معالي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن. أهلا بحضرتك يا فندم. تليفون فصل. طب يعني طب ماشي. فالجزء ان مواطنه مصريه بتتعاملي مع مواطنين، فانت شايف ان المواطنين كانوا كويسين جدا، واحنا كنا فاصلين دور المكتب الثقافي كقوه ناعمه او كدبلوماسيه شعبيه عن اي حاجه تانية. ما كانش دورنا اصلا، يعني كان في قائم باعمال وفي جهات اللي هم الدبلوماسيه الاكبر منا اللي بتمثلها وزاره الخارجيه اللي كانت بتقوم بكل الاجراءات الاخرى. احنا كان دورنا لجنة امتحانات، الوافدين كان يهمنا جدا ان اي طالب بيدرس في مصر بيلاقي الخدمة التعليمية الجيدة بالشكل اللي يليق بمصر. بس جودة التعليم في جزء من التجربة، خلينا ما نبقاش مصرحين قوي بالحكاية، بس خلاكي تتخوفي انه احيانا بيبقى في ناس متعاطفة مع جماعة الاخوان او موجودين في مفاصل في الدولة ممكن يعطلوا. لا مش بيعطلوا، ده بيبيدوا. طيب خلينا نستقبل الدكتوره غدا والي. معالي الدكتوره غدا والي، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني احنا كنا بنستعرض في بدايه البرنامج وكنا بس ما عرفناش نوصل لحضرتك، لكن بيسعدنا انك تكوني معانا في هذا اليوم، لانه الحقيقه انا شايف انه بدون مجامله او مزايده هو يوم من ايام مصر التاريخيه الحقيقه. الأول يعني أنا عاوز أعرف شعورك الشخصي وأنت بتتابعي النهاردة تفاصيل هذا اليوم، احتفاء الرئيس، قراراته وتوجيهاته للحكومة. دايما الاحتفال بيوم عيد الأم ويوم المرأة بيكون يوم سعيد لأي امرأة مصرية، وخصوصا لما تكون مسؤول عن هذا الملف في وزارة التضامن، لما ترى جهد 6 شهور من مراجعة المئات من الحالات اللي بيرشحهم أولادهم علشان يصلوا إلى منصة التكريم، بتشوف فرحة الأمهات والأبناء. كثير من القصص بتراجعها وبتلاقي أنه فعلا القصص اللي اخترناها تستحق التقدير. أيضا الملفات اللي بنشتغل عليها وتجد أنها تحظى بعناية السيد الرئيس واهتمامه، لما تجد أنه في قرارات إيجابية لأصحاب المعاشات، ولما تجد في قرارات وتوجيهات تخص حماية المرأة. يعني طبعا يسعد أي سيدة مصرية وأي وزيرة وخصوصا وزيرة التضامن. دايما بيبقى في الاحتفال ده يا فندم في اليوم ده مشاهد كتير، يعني ممكن الناس تتوقف عنده. المشهد اللي خطفك النهاردة في التعامل ما بين الرئيس والأمهات والمكرمات إيه؟ أكتر مشهد خطفك؟ هو الحقيقة المشاهد متكررة وآثرة، وهي تعامل السيد الرئيس بقدر كبير من التقدير والاحترام للأمهات كبيرات السن، تقبيله لرأس ويد الأمهات، الحنو واصطحاب السيدات لحد كرسيهم وينزل معاهم ويوصلهم. السيد الرئيس الحقيقة بيحاول في مناسبات كثيرة أن يعلم وأن يعطي إشارات وأن يكون، وهو كذلك فعلا القدوة للشباب والرجال في كيفية التعامل مع النساء وتقديرهم واحترامهم. يعني هو اللي بيخطو ويتقدم ليصل إلى السيدة الكبيرة والمسنة، هو اللي بينحني يقدم لها شهادة التكريم، هو الذي يقبل رأسها بل ويقبل يدي السيدة فهيمة. فطبعا دي مشاهد بتؤثر على أي إنسان، ومشاهد آثرة فعلا. في اتجاه فندم الإصلاح المالي اللي قاله النهاردة، يعني وزارة المالية هتشتغل فيه وربنا يعينهم. التوجيهات بقى، 7 توجيهات اللي اتكلم فيها عن العنف ضد المرأة، واتكلم فيها عن ملف الغريمات، واتكلم فيها عن قانون الأحوال الشخصية، في جزء كبير في نطاق عمل سيادتك. التحرك هيبقى ازاي لتنفيذ هذه التوجيهات؟ يعني ده حقيقي طبعا، كل توجيهات السيد الرئيس هيبدأ العمل عليها فورا. في موضوعات احنا شغالين عليها فعلا، يعني احنا بقالنا فترة بنحلل ملف الغريمات، بنحصرهم في السجون، بنحلل اعدادهم كم نساء وكم رجال، وعلى فكره عدد الرجال اكبر من السيدات بسبب الغرم، هل هو اول مره ولا ثاني مره، هل الغرم سببه تجهيز عروسه بتتجوز
ولا عملية وإجراء تدخل مثلا صحي، ولا سببه إيه بالضبط. الموضوع له شق ثقافي تعليمي، ليه صلة بالأمية المالية، ليه صلة أيضا بثقافتنا وعاداتنا، وليه صلة بالقوانين والتشريعات. فموضوع الملف والغريمات بندرس فيه بقالنا فترة، وبقى عندنا قدر من المعلومات ومستمرين في فحصه إلى أن نصل إلى حزمة سياسات تسيطر عليه. الموضوع الثاني موضوع قانون الأحوال الشخصية، في أكثر من جهة بتشتغل عليه. المجلس القومي للمرأة بيعد قانون، في بعض أعضاء مجلس النواب بيشتغلوا على قانون، وفي فضيلة الإمام الأكبر عامل لجنة بتشتغل على قانون. إحنا ممثلين كوزارة التضامن مع الإمام الأكبر ومع المجلس القومي، وإن شاء الله زي قوانين أخرى كثيرة بتتجمع في صيغة مسودة قانون واحد بتعمل عليه الحكومة. ثم قانون بهذه الأهمية أتصور أنه سيطرح للحوار المجتمعي. صحيح. وهياخد حقه من الحوار المجتمعي، والهدف فيه الحقيقة مش حماية المرأة فقط، الحماية للأطفال والمصلحة القضلة لهم، استقرار الأسرة، التوازن بين حق الراجل وحق الست. ما هو لازم حق الراجل يبقى محفوظ أيضا، يكون في عدالة. صحيح. بالتأكيد ملف مهم وقانون من أهم القوانين، ونأمل ان احنا ننتهي منه قبل 2019 وناخد افضل ما هو مطروح في كل القوانين اللي موجودة. الحاجة الثالثة اللي حضرتك ذكرتها ملف الخدمة العامة، ايضا ملف مهم جدا. ده قانون مثلا احنا بقالنا سنتين بنشتغل على تطويره، وازاي نحول موضوع الخدمة العامة في فترة محتاجين فيها لزيادة حسبة المرأة في سوق العمل لفترة لتدريب حقيقي ولبناء قدرات، وان البنت تنزل وتشتغل وتجرب نفسها وتشوف بنفسها كيف تتواجد في مكان عملها وهكذا. ففعلا حضرتك زي ما قلت ملفات كثيرة، ولكنها ملفات مهمة جدا مؤثرة جدا، وان شاء الله عملنا فيها يكون على قدر حسن الظن ان شاء الله. وكل سنة وانت طيبة يا فندم، وحضرتك بالصحة والسلامة. شكرا جدا، ويوم سعيد. واحنا وعد ان احنا نلتقي قريب بقى لي يعني استعراض كل هذه الملفات. احنا بينا ميعاد مؤجل، ربنا يخليك. اهلا بك. اشكرك يا فندم. شكرا دكتوره غدا والي وزيره التضامن. يعني الحديث كان متماس في جزء جدا. فبحتك التضامن الاجتماعي ده عشق وهم، يعني انت مهموم بيه. من 2005 ل 2014 في التضامن. في التضامن الاجتماعي طبعا. طيب. فاحنا كنا وقفنا عند فكره انه هم مش انت بتقولي مش بيعطلوا، دول بيخربوا. لما انه في ناس متحالفه او متعاطفه او هم من الجماعه في مفاصل، انت حياتك يعني كل حاجه اتصححت انت اتحاسبت عليها، ما اخدتش الاثامه. انت بقيت مذنب لانك انت صححت، لدرجه ان انا حد مره قال لي ما تسيبيهم يسرقوا انت، قلت لهم لا، دي الفلوس او ال 30 مليون اللي كانوا موجودين دول هناك في البنك، لا انا كنت انا وقائم بالاعمال حاطين ايدنا ان ما حدش يصرف قرش منهم. احنا نقدر ولا هم يقدروا؟ احنا جمدنا الحاجه. كان يعملوا لنا مدرسه او اتنين في الوقت ده، كان قبل تعويم الدولار، كان يعملوا لنا مدرسه او اتنين مصريه. كانوا يحسنوا وضع المدارس هناك، كانوا يخلونا نفتح مدارس في اثيوبيا او في بنقتحم الاماكن اللي احنا مش عارفين نقتحمها بالتعليم بالقوه الناعمه. بالظبط. يعني فكان الموضوع حياتك انت بتحاول تعمل كده، ولكن انت كل حاجه كانت اصبحت على راي عادل امام ضرب ضرب، ما كانش فيه شتيمه. ما فيش شتيمه. ده على ولي الدين. اصلا. طيب ده يخليني بقى لما طرح اسم حضرتك مره في المرشحين لوزاره الثقافه، في الاطار بتاع عملك في وزاره التضامن في التنميه المجتمعيه، الناس كانوا يعرفوا الدكتوره رندا رزق كويس. بعض المثقفين استغربوا، يعني استغربوا لترشيح الاسم في الاول، لان انت عارفه المثقفين المصريين برضو شعوبيين شويه، يعني ما لازم ايه المثقف. ما هو في سر اصلا ما حدش يعرفه. أيوه؟ انا بنت وزاره الثقافه اصلا انا خريجه اكاديميه الفنون، وواحده من السبعه يمكن في مجال السوسيولوجيا والانثروبولوجي، ده تخصصي الاصيل. وانا كان اول دراسه ماجستير اللي هي كانت عن الافرو امريكان دراما وتاثيرها على ان هيجي رئيس امريكي اسود سنه 97. هو اتاخر شويه يعني، وزعل مني جدا المركز الثقافي الامريكي. انا بقى لنا اربع سنين ساعدك في تحضير الماجستير، يبقى من مخرجات تطلع النتيجه دي. دي النتيجه؟ لا طبعا ده مش ممكن يحصل. ايوه ماشي، بس بتعمل بحث علمي مش عامله على حساب المركز الامريكي الدراسه ديت عشان تتوزع لاوباما، هو في جامعه القاهره. لما جه فانا اصلا يعني انا فانت في جذر ثقافي طبعا.
واشتغلت كمان على اول دراسه في الجندر والثقافه عن يعني امراه في ملتقى الحضارات وازاي نقدر دراسه الجندر النوع الاجتماعي اللي هو التوازن النوع النوعي يعني النوع الاجتماعي وانتقلت يعني. من ده على المسؤوليه انت عارفه الجندر 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 والجندره ففي ناس كتير لا لا فاللي هو التوازن بين النوع الاجتماعي يعني. سنه 2001 كان لسه الموضوع جديد جدا وبدانا نتكلم فيه عن الثقافه النسويه والدكتوره نهاد صليحه حتى ساعدتني في مفهوم النوع الاجتماعي وازاي فما كانش ففي جذر ثقافي ما كانش حد وكان موضوع الافرو امريكان ده كان اول مره يتعمل باللغه العربيه كمان طب يعني انت شايفه وشغل وهموم ثقافيه بعد كده انتقلت بقى في جامعه بين الثقافه والتضامن من خلال ان انا درست التسويق الاجتماعي واصبحت يعني خبيره التسويق الاجتماعي وشغلي كله كان على ازاي ان احنا نعمل يعني تسويق اجتماعي لتغيير التسويق الاجتماعي هو ان حياتك بتغير من سلب الايجاب ولو حتى 10% من الفكر من ختان الاناث من الزواج المبكر ولكن بتعمله كامبين كانك بتبيع منتج انت رفضت درس الثقافه ليه؟ هو انا ساعتها في الوقت ده حقيقي كان الموضوع بالنسبه لي كنت موجوده في فتره قطر كنت في قطر كنت شايفه ان انا ما زلت قدامي ادوار كتيره مهمه العبها تخدم الوطن من تسويق في مجال ثقافة الوافدين كنت مهمة جدا بان احنا كان سيادة الرئيس دايما مهموم بهذه القضية ان هو تغيير دور مصر التعليمي وعودته تاني لنصابه الطبيعي ان هو يبقى هو فعلا استنارة الدول العربية كلها ترجع تاني قبلتها القاهرة فكان عندنا ملف الوافدين ده كان ملف مهم جدا وضع ان احنا نفتح اسواق تعليمية جديدة كل دي كانت نقط مهمة بالإضافة إن أنا طول عمري مهمومة بموضوع التنمية المجتمعية أكتر يا ده بياخدني بشوف ده دور أهم وإن إحنا أي تصحيح أو أي حاجة بنعملها ده يعني ما بنخافش إلا من الله والوطن والضمير ما عندناش طب لو سألت حضرتك في يعني في ختام هذه الرحلة يعني زي ما أنت كشفت لنا السر إنه في جذر ثقافي تم فكان طبيعي بالنسبة لك إنك ترشحي وزارة الثقافة عمل في وزارة التضامن لفترة طويلة تقريبا 9 سنين من قطر وبعدين دلوقتي كازاخستان المجلس الرئاسي للتنمية المجتمعية المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية لو قلت لحضرتك في 3 نقاط شايف ان هم مهمين جدا انه مصر تكمل حالة النهوض اللي هي فيها 3 نقاط نعمل ايه؟ صعب قوي عشان نكمل هقول لحضرتك حاجه الثلاث نقاط باختصار احنا لازم نكون مؤمنين بالوطن بتاعنا ان احنا عندنا نعمه موجوده نحافظ عليها الهويه بتاعتنا وطننا ده شيء مهم قوي بجد حضرتك ونكون فخورين بيه تحت احنا معاه هنعدي في كل الظروف كلنا بنعاني في اي اصلاح او اي تصحيح بتلاقي مقاومه بس المقاومه ده ان احنا عندنا حلم هنبقى الافضل يبقى الايمان بالوطن الايمان بالوطن ده مهم جدا ويكون جوانا الضمير بقى ان انا كل حاجه بعملها ببقى بعملها صح لحاجتين بخاف ربنا اولا وبخاف على الـ على على الـ 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 الحاجه اللي انا بعملها تمام ان دي اللي بتبقى للانسان الايمان بالوطن ومراعاه الضمير وفي الاخر بحس ان يعني اللي انا عايزه اقوله ايه ان كل يعني مفيش نجاح بيبقى بسهوله ولازم هنعدي على طريق الشوك لازم هكون في طريق الشوك لازم نبذل جهد كمان ولازم نعدي على الاشواك كلها عشان لما بنوصل في الاخر نبقى حاسين قد ايه ان الطريق ما كانش ما فيش عمر نجاح بيجي سهل ولا وصول القمه احتفاظ بيه كان بيبقى سهل ابدا صحيح اشكرك جدا دكتوره رندا رزق اللي قلتيه النهارده ولكل اللي عملتيه قبل كده وان شاء الله مزيد من التقدم والتالق والاضافه لهذا الوطن شكرا جدا انا اللي بشكر حياتك وبهني كل امراه مصريه من خلال حياتك على يوم المراه المصريه هو اليوم كان حلو كان جميل جدا باللي اتقال فيه وكل حاجه وعلى فكره سياده الرئيس يعني يمكن ما اعلنش عن كل الحاجات الماليه والفنيه والكلام ده الا من خلال يوم المراه علشان يفرح كل المجتمع ده ايوه ما هي الست مصدر الخير فيعني شكرا جدا دكتوره رندا وبشكر حضراتكم على متابعتكم هذا الحوار التقيكم غدا ان شاء الله واصبحون على وطن